كثرت حالات الاختطاف والاغتيالات، وهذه الحالة ساحات الاعتصام نحمل الأجهزة الأمنية لوضع حد لهذه الحالات، وإذا لم تتمكن فساحات الاعتصام لديها الإمكان في حماية نفسها، لكن لا نريد نجر أنفسنا إلى العنف، لأنه تظاهراتنا سلمية وتبقى سلمية مهما استخدموا من وسائل قمع وخطف واغتيالات، لأنهم هم ينازعون في أنفاسهم الأخيرة. نحن نستنكر هذه أعمال العنف والأعمال التي تستهدف المواطنين، وإحنا يعني كنا إيد واحدة وصوت واحد وشعب واحد،